صناعة السيارات مجال مهم جدا لازم نهتم بيه في مصر. أنا بتمنى وبحلم وإن شاء الله الحلم ده يبقى قريب جدا حقيقة، إن يكون عندنا عربية متصنعة كلها من A to Z في مصر، وتكون فعلا صناعة السيارات محليا تاخد مننا اهتمام كبير جدا. وده اللي حاصل فعلا من سيادة الرئيس زي ما قلت لحضراتكم في الخبر في الفقرة الإخبارية. وإحنا عايزين فعلا نعرف إيه هي العوامل اللي ممكن تخلينا نوصل إننا نصنع سيارة مصرية تبقى فعلا صناعة محلية 100%، وده اللي هيخلينا طبعا ننهض بقطاع صناعة السيارات في مصر. اسمحوا لي أرحب بضيوفي ونعرف منهم تفاصيل كتير في الموضوع ده. ضيفي المهندس أحمد شريف وهو مهندس اتصالات، أهلا بيك نورتنا. وأيضا ضيفي المهندس أحمد خليل وهو مهندس ميكانيكا، أهلا بيك. أهلا بيك، نورتنا. تمام الحمد لله. طيب خليني ابتدي بالمهندس احمد شريف بقى. احنا بنتكلم على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل عشان نهتم بقطاع صناعه السيارات. تقييمك ايه لهذا الاتجاه وازاي فعلا هنقدر ننهض بصناعه السيارات في مصر؟ اولا دي احنا يعني بنشكر الظروف ان احنا عندنا رئيس زي رئيس السيسي. الرئيس السيسي شغله الشاغل بالاقتصاد المصري وازاي يرفع بالاقتصاد المصري وازاي يدخل مصر كدولة عظمى تنافس الدول الأوروبية وكل الدول اللي هي بتعمل على تصنيع السيارات بشكل خاص، يعني عشان ده الموضوع اللي بنتكلم فيه. إنما السيادة الرئيس بشغله الشاغل ازاي يجعل مصر من أكبر الاقتصاد المصري، وزي ما حضرتك شفت طبعا الحمد لله في تطوير في جميع المجالات، في شبكة الطرق، في السيارات، في كل حاجة. مصر اتغيرت في خلال الأربع خمس سنين، عملت مشاريع وشغل تعادل 30-40 سنة قدام في وقت قصير جدا جدا جدا. فطبعا احنا يعني سيادة الرئيس بيدخل أفكار جديدة عشان ينهض بالدولة، من ضمنها صناعة السيارات. موضوع صناعة السيارات ديت عالميا، كون ان احنا كمصر تبدأ تصنع السيارات ويبدأ المصانع بتاعتنا هي اللي تعمل السيارات، دي خطوة كبيرة جدا 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 وحاجة كويسة قوي قوي للبلد دلوقتي وفي المستقبل. ازاي؟ اولا احنا يعني هنوفر عمالة، هنشغل، هنقضي على البطالة. بدل ما احنا هنبدأ نعمل استيراد من الخارج ونستورد عربيات من الخارج، هننشط بالدولة، انتاجنا هيزيد، اقتصادنا هيرتفع، العملة بتاعتنا قيمتها هتعلى. صحيح. كل الخصائص دي وكل الحاجات دي موجودة ان احنا ننهض بالدولة. يعني كل العناصر اللي انا قلتها دي من العناصر اللي تجعل مصر قوية اقتصاديا، ده اللي بيعمله سيادة الرئيس في الوقت اللي احنا فيه. اكيد. خليني اروح للمهندس احمد خليل وهسألك السؤال التقليدي للناس كلها، اول ما تيجي تفكر انها تشتري عربية لازم تروح تبص على ايه؟ تعرف العربية دي كويسة يعني من اي اتجاه؟ وبعدين احنا عندنا معتقدات كتير، مثلا يقول لك لا اصل احنا ناخد الكوري، ناخد الالماني، ناخد الفرنساوي، وفي ناس تبص لقطع الغيار، فايه اكتر حاجه تخليني اروح اشتري العربيه دي وانا مطمن جدا؟ وبص مبدئيا يعني اللي في السوق يعني معروفه طبعا الكوري والياباني والالماني والكلام ده، بس هي يعني العربيات الشعبيه زي ما بيقولوا. والفرنساوي لا؟ لا الفرنساوي موجوده بس هي اكتر انتشار عربيات الكوري والياباني زي الهونداي، زي الكيا، زي تقولش براندات بقى عشان ما يقولوش احنا بنعمل اعلانات، هو الناس عارفه ايه. انا اصلا شغال في بروتون بس يعني انا شغال في الحاجات دي. تمام. بس فيعني هي عربيه يعني كراحة، بص عربيه اول حاجه موفره معايا في البنزين، عربيه الاستابيلتي بتاعها حلو، عربيه الصالونه من جوه واسع كويس، قطع غيار متوفره زي مثلا السبورتاج، زي مثلا العربيات اللي هي المنتشره دي يعني. طيب ما تقولش ماركات بس، انا خليني اقول لك على حاجه. يعني مثلا احنا بنيجي مثلا نتكلم على السي سي ويجي يقول لك قوه العربيه كام سي سي، مع انت بتقول لي البنزين، الناس بتربط ما بين الاثنين تقول لك بقى ده دي كام سي سي، بس في نفس الوقت كل ما كانت يعني السي سي عالي فيها هي بتسحب بنزين، ولا ده غلط؟ لا طبعا كل ما السي كان عالي فيها بتسحب بنزين، يعني 1300 غير 1600 الكلام ده يعني. بس ده ملوش علاقه ان العربيه السي سي بتاعها منخفض يبقى العربيه مش قويه. انا بكلمك كلام الناس المبتدئه اللي لسه مش فاهمه قوي. عادي عادي، هو في 1300 عادي، يعني
يعني سي مثلا في البرو يعني ما تقولش ماركات يعني ها. مثلا في 1300 مثلا قول لي في الياباني في الالماني في مثلا في الماليزيا عامه في 1300 يعني بتبقى شغاله ما فيهاش اي حاجه يعني موفره في البنزين وخلي بالك مش شرط يعني في توفير البنزين ده بيترتب عليه حاجات كتير قوي الكاوتش ده لما العربية مش مظبوطه ياكل معاكي بنزين يعني حلو. طيب خلينا برضو نرجع لحاجه احنا كلنا اتبسطنا بيها كشباب لما جينا اتكلمنا احنا بنتكلم على في سياره هنا هتشتغل بكهرباء وغيره وهتبقى صغيره كلمني عنها يا باشمهندس وقولي دي هتفيد الشباب في ايه. اولا الانتاج الحربي عمل على تصنيع العربيات الكهرباء دي خطوه يعني قويه جدا للامام وللبلد. ازاي؟ اولا انا العربيات الكهرباء دي ليها مميزات كتيره جدا هتعود علينا. اولا نظيفه للبيئه طبعا. يعني اولا العربيه ما فيهاش حرق. يعني ايه حرق؟ يعني ما فيهاش حرق بنزين يطلع عوادم وبالتالي هنحافظ على النظام البيئي بتاعنا. ثانيا انت كده وفرت البنزين تقدر تستخدمه في حاجات تانية، مكنات محطات الكهرباء، في اي حاجات تانية. وبالتالي هتوفر برضو من القيمة المالية بتاعت استخدام البنزين. ثانيا بقى في حاجة مهمة جدا جدا ان انت مش هتحط زيت للتبريد لان مفيش حرق. بالظبط. وبالتالي انت وفرت برضو استخدامك للزيوت وتغيير الزيت والريداتير والحاجات اللي بتعمل على تبريد الحرق في الموتور، حرق الوقود. لا انت بدلتها بعربية نظيفة صديقة للبيئة، هتوفر معاك في الفلوس وبالتالي برضو المواطن هيحس ان هي مش مكلفة، مش هتأثر عليه في البيت، وبالتالي برضو دي لصالح المواطن. الحاجة بقى الأهم إن إحنا اللي عملنا العربيات الكهربائية دي حاجة جميلة جدا جدا للدولة. أنت دلوقتي العربيات الكهرباء دي لسه جديدة في العالم، لما أنت كبلد تعمليها يبقى أنت بتنافسي كل الدول في صناعة الحاجات المتطورة وصناعة العربيات الجديدة. دي خطوة كبيرة جدا جدا من القيادة السياسية إن إحنا نتطور ونسابق العالم إن إحنا نعمل حاجات لسه جديدة. وفي نفس الوقت بتعود على البلد والمواطن والاقتصاد، هتوفر هتوفر العملة. طبعا خصوصا العربيات جالها اسعار كده يعني وقت الاسعار فيها يعني عليت قوي وبعد كده انخفضت الى حد كبير. احنا كبلد دلوقتي كل القيادات بتعمل على مصلحة البلد بتوجيه من القيادة السياسية. ويعني بالصدفة انا يعني بقدم شكري للواء منتصر مناع نائب وزير الطيران لانه يوميا في كل مطار شكل علشان يحد من المرض ويمنع انتشار المرض ويتابع الحجر الصحي حتى يوم الاجازه. حتى يوم الاجازه. فانا بقدم له الشكر لان كل منصب هو تقلده بيثبت فيه كفاءه. المجهودات كتير احنا بنشوفها من كل المسؤولين مش بس في قطاع المطارات او كده، لا ده احنا بنتكلم انه فعلا مجهودات محموده، الدوله مركزه جدا في ده. خليني اروح لمهندس احمد خليل واحنا بنتكلم بقى من ناحيه الميكانيكا. انا هكلمك شويه على فكره ان باشمهندس احمد بيتكلم على ان احنا دي حاجه كويسه ان احنا يكون عندنا عربيه بالطاقه النظيفه او بالطاقه الشمسيه. ده ممكن ينفذه في مصر ناحيه بقى الميكانيكا والامكانيات والمواد او الخامات اللي احنا محتاجينها في التصنيع بالنسبه للعربيات الكهرباء يعني؟ تمام. اتصنعت اصلا. ما انا عارفه انها اتصنعت بس انا قصدي الخامات بتاعتها كلها مصريه 100%. ان هي تبقى متوفره ويبقى انتاج محلي 100% ده ممكن فعلا نقدر نكمل فيه ونعمله؟ ايوه تمام. ما هي اتعملت في مصر، الانتاج الحربي هو اللي عاملها. ما انا عارفه. لا بس احنا بنتكلم ان احنا نعمم ده ان ده يبقى توجه بقى يعني. طبعا الانتاج صح. الحربي انا بتكلم على مستثمرين شباب يتجهوا هذا الاتجاه طبعا يعني. ده ايوه يعني هيوفر اقتصاد البلد برضو. احنا بدانا خطوه كبيره جدا ان احنا بدانا نصنعها كمصر. احنا عايزين دي خطوه اولى. انا معاك ان هي دي خطوه حلوه بس انا بتكلم في ان احنا نخلي ده توجه. ده طبعا الناس كلها لما تلاقي مثلا انا وفرت في مثلا في التكلفه بتاعت البنزين، وفرت في ان عدم انتشار العوادم وبالتالي نظام الجو هينعدل مش هيبقى في احتباس حراري والكلام ده. وفرت ان انا مجموعه الزيوت ومجموعه التبريد زي ما قلت لحضرتك في نفس الوقت. كل الناس هتتوجه وبالتالي المستثمرين لما يلاقوا ان الموضوع ده انتشر وعليه اقبال من الناس بالزبط. هيعملوا كل الاجراءات ان هم يستثمروا بقى. هو ده الخطوه اللي جايه واحنا سبقنا
الناس ان احنا قدمناها وعملناها كدوله يعني. بص مصانع الانتاج الحربي على طول معروفه انها بتاخد الخطوه الاولى وبعد كده وراها بيجي كتير من المستثمرين، وراها بيجي كتير من بجد المصريين اللي عندهم اخلاص شديد ان هم فعلا يطوروا من صناعه الناس بلدهم. الناس كلها القيادات عندها اخلاص للدوله ممكنه. عندنا يعني ناس عظماء، الدكتور سامي ده رئيس لجنه التعليم ما رضاش يسافر بره البلد وجاله عقد في دولة خليجية كبير جدا، قالوا له يا دكتور سامي محتاجينك تعمل تساعدنا في إنشاء كلية معينة، وهو واقف راح قطع العقد وقال بلدي أولى من أي حاجة. احنا عندنا مخلصين كتير، الناس دي اللي مصر محتاجاها في الوقت ده ما رضاش بالمصلحة الشخصية وردي بالمصلحة العامة اللي هي للدولة. صحيح. فالناس كلها دلوقتي احنا بنتقدم الحمد لله، والحمد لله اللي عندنا قيادة سياسية مهتمية بالبلد، مهتمية براحة المواطن، مهتمية بالتطور، مهتمية بالاقتصاد، مهتمية بتغيير البلد. شوف البلد من 4-5 سنين وشوفينا دلوقتي، احنا كنا ما فيش اقتصاد مصري، دلوقتي الاقتصاد معدله كبير جدا، وده بفضل القيادة السياسية اللي يمثلها الرئيس السيسي. اكيد اي حد هيتفرج علينا دلوقتي يقول لك انا عايز احافظ على العمر الافتراضي للعربيه بتاعتي، يقول لك العربيه بعد 5 سنين 6 سنين بتبتدي تفتح بقها ويبقى عندها يعني باللغه الدارجه بتاعتنا يبقى عندنا متطلبات كتير قوي عشان نقدر نخلي العربيه دي بحاله الزيرو الى حد ما او اقرب يعني. فقول لي ازاي الواحد يحافظ على العربيه بتاعته ويخلي عمرها الافتراضي اطول شويه. بصي هو اهم حاجه يعني طبعا الصيانات يعني دي اهم حاجه يعني. طبعا في صيانات ال 5000 صيانات ال 10000 الحاجات دي، الصيانات دي المتابعه مع التوكيل في مواعيدها ان شاء الله تبقى العربيه وتبقى زي الفل يعني ما فيهاش اي حاجه. وطبعا يعني انواع البنزين يعني بنزين 92 والكلام دوت بس هي اهم حاجه الصيانات يعني. الصيانات، وفي ناس كتير انت عارف برضو انها بتحرق في الزيت كتير يعني، بعد لو الزيت مثلا مدته 5000 يعدي 10000 يعدي، الدبلره في الكيلوات دي ممكن تضر بالموتور؟ هو مش صح يعني، مثلا حطيت زيت 5000 مثلا سي زي شيل، المفروض اصلا ما غيروش على الخمسه، غيروا الاربعه، لان طبعا واقف في زحمه بحرق، واقف مش عارف في كده بحرق، وخصوصا لو العربيه بتسافر كمان. بالظبط يعني تمام. مش شرط الخمسة خمسة يعني. تتمنوا ايه بقى؟ تتمنى ايه لصناعة السيارات في مصر؟ يعني انا اتمنى ان موضوع العربيات الكهربائية ده يزيد زي ما قلنا انا وحضرتك، بحيث ان احنا اولا هنزود العمالة، هنقضي على البطالة، هنزود الاقتصاد المصري، هنقلل من العوادم، وبالتالي هنحافظ على البيئة، هنقلل من كل التكلفة دي، هنستخدم بقى البترول في حاجات تانية برضو مش أقل أهمية يعني، حاجات مهمة جدا في الدولة، وبالتالي يعني الكفة زي ما بيقولوا اتوزنت يعني، مش كله هيبقى مقتصر على البترول أو على مورد واحد، لا في كذا مورد. وشوفي احنا كان على فكرة احنا كان عندنا يعني من 2011 عجز في الكهرباء، دلوقتي احنا بنصدر الكهرباء. شوف احنا وصلنا لإيه يعني. فاحنا كدوله الحمد لله في تقدم مستمر، وانا اصلا مش عاوز، انا يعني بدعو الناس اللي هي ما تجريش ورا الشائعات، تاخد الاخبار من المصادر الرئيسيه الحكوميه، ما تجريش ورا الاشاعات انتشار الامراض ولا انتشار الكورونا. انا يعني بشكر القياده السياسيه ان هي اختارت وزير طيران يعني الراجل يوميا كل يوم بنفسه، وزير ذات نفسه هو اللي بيتابع الحجر الصحي وبينزل في المطارات وبيبص هنا وهنا وبيعملوا على عدم دخول اصلا المرض مصر، لان انت بتامن المطارات هي دي بوابه العبور لمصر، فانت لما بتامنها يبقى انت امنت البلد كلها. ده اختيار موفق جدا من القياده السياسيه انك تختار وزير كان ماسك اكاديميه الطيران، يعلم اجيال من الطيارين، فما بالك لما انت تجيبي الاستاذ يبقى الوزير. صحيح. هيعمل اعلى كفاءه وهيطور الوزاره لاعلى حاجه. واحنا عندنا ذكاء شديد، يمكن من ساعه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تولى المسؤوليه عندنا ذكاء شديد في اختيار القاده، اختياراته مظبوطه. ربنا دايما يولي من يعني مثلا زي ما قلت حضرتك طيارين، انا جبت الاستاذ بتاعهم اللي علمهم. صحيح. هو اللي يبقى وزير. انا بشكرك شكرا جزيلا ونورتونا، المهندس احمد شريف مهندس اتصالات شكرا جزيلا نورتني، ومهندس ميكانيكا احمد خليل بشكرك شكرا جزيلا ليك، وبشكر مشاهدينا على حسن المتابعه، وان شاء الله باذن الله زي ما مصانع الانتاج الحربي فعلا عملت، انا نفسي بقى كل رجال الاعمال الشرفاء فعلا يقفوا وينفذوا انتاج محلي لصناعه السيارات 100%، وان ده يبقى يعني مش يبقى بس مصنع الانتاج الحربي، لا ده مصانع كتير تبقى عندنا في هذا السياق، ويبقى ان شاء الله كل حاجه في مصر متصنعه في مصر، و
بأيادي مصرية. أشوفكم إن شاء الله الثلاثة اللي جاية على ألف خير، وبكرة هيتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد. أما النهاردة تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.